بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكريم، مرحبا بكم يا فندم في مدينة الدواء جيبتو فارما. في البداية أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لتشريف سيادتكم لنا اليوم، وأيضا لمتابعة سيادتكم المستمرة والدعم المتواصل لإخراج هذا الصرح الكبير إلى النور. توجيهات من سيادتكم يا فندم، تم البدء في إنشاء صرح متكامل لإنتاج الأدوية التي يحتاجها المريض المصري وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية في صناعة الدواء. المجسم الواضح أمام حضرتكم يا فندم بيمثل مدينة الدواء بمساحة إجمالية 180 ألف متر مربع، ويشمل مرحلتين، مرحلة حالية ومرحلة مستقبلية. المرحلة الحالية يا فندم تم إنشائها على مساحة 120 ألف متر مربع، وبتشمل مبنى مجمع الصناعات الدوائية والوحدات الصناعية المساعدة، وأيضا يا فندم بتشمل المباني الإدارية. والجزء المهشر يا فندم اللي قدام سيادتك هو جزء فندم المهشر باللون الأخضر، هو يمثل الوحدات المستقبلية. قد رعي يا فندم أن الوحدات المساعدة والمباني الإدارية تكفي لمرحلتين الحالية والمستقبلية، وأيضا رعي في تصميم الوحدات الصناعية المساعدة من حيث المكان أنها تتوسط بين المرحلة الحالية والمستقبلية. ومن حيث المساحة فندم فإنها تكفي لإضافة معدات تخص المرحلة المستقبلية. ينقسم مبنى الأدوية التقليدية فندم إلى منطقتين رئيسيتين، المنطقة الغير العقيمة والمنطقة العقيمة. نتناول فندم بشيء من التفصيل الفرق بين المنطقتين، المنطقة الغير عقيمة والمنطقة العقيمة، من وجهة النظر الهندسية، والتي تمثل في نقطتين أساسيتين هي درجة نقاء المياه ودرجة نقاء الهواء. يتم تنقية المياه فندم من خلال محطات مياه بتكنولوجيا عالية لتصبح صالحة للحقن. أما بالنسبة للهواء فيتم تنقية الهواء من خلال فلاتر خاصة لتصل بدرجة نقاء الهواء لدرجة 99.97%، ليكون الهواء فندم خالي تماما من أي عوالق أو بكتيريا تضر بالمنطقة. أمام سيادتكم يا فندم صور توضح المباني الإدارية التي تخدم الوحدات الإنتاجية للمشروع. وأيضاً يا فندم أمام سيادتكم بعض الصور لتوضح الوحدات الصناعية المساعدة، وبتشمل مبنى التبريد ومبنى الغلايات والهواء المضغوط ومحطة الكهرباء ومحطة الصرف الصحي والصناعي ومحطة المياه والإطفاء ومبنى الحاسب الآلي ومبنى مكافحة الحريق وموزع الكهرباء ومبنى الورش. الشبكات يا فندم نظرا لضخامة مبنى الصناعات الدوائية وكثرة خطوط الإنتاج، تتطلب ذلك وجود شبكات متعددة ومعقدة جدا. والواضح أمام سيادتكم فكان لابد من تنسيق دقيق وترابط قوي بين هذه الشبكات لتحقيق عملها بكفاءة ولسهولة صيانتها. وتم ذلك فندم من خلال إحدى البرامج التي المتطورة التي قم بتصميمه شركة متخصصة في هذا المجال. فندم الشبكات قدام سيادتك بتمثل عندنا الشبكات من أول شبكات التكييف المركزي، ضغط البخار، شبكة الهواء المضغوط والكهرباء، وأيضا الصرف الصحي والصناعي والمياه والإطفاء والحاسب الآلي والإنذار والكهرباء والضغط المتوسط وصرف المطر. الشكل اللي أمام سيادتك يا فندم بيوضح مقطع في المصنع، حيث ينقسم المصنع إلى الدور الأول ويشمل وحدات مناولة الهواء بعدد 128 وحدة، وأيضا لوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية. والدور الأرضي يا فندم بيشمل منطقتين، منطقة الإنتاج والمنطقة المخصصة للشبكات. وهذه المنطقة يا فندم هي بارتفاع من 3 إلى 4 متر طبقا لطبيعة المنطقة. كل الشبكات فندم السابق ذكرها كان لابد من وجود عمل ترابط وتنسيق بينها في هذه المنطقة، وهذا يوضح مدى المجهود المبذول في تنفيذ هذه الشبكات والتي تم بدقة متناهية. أستأذن سيادتك فندم في عرض فيلم قصير يوضح مدى التعقيد الموجود في تصميم الشبكات والدقة المتناهية في التصميم والتنفيذ.
تم إنشاء هذا المشروع أفندم طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية، فكان لابد أن يدار بأفضل الكوادر المؤهلة العاملة في مجال الدواء والقادرة على تطبيق هذه المعايير. وللعمل طبقا لآليات السوق، تعمل شركة جيبتو فارما كشركة خاصة وفقا لقانون الاستثمار 159، مما يمكنها من جذب الكوادر المصرية العاملة بالشركات العالمية. وأخيرا يا فندم، تم تحديد رؤية الشركة لتصبح شركة وطنية تعمل بالفكر العالمي وترتكز على 4 ركائز أساسية: تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي فعال آمن عالي الجودة وبسعر مناسب، تحقيق الأمن الدوائي المصري ومنع الممارسات الاحتكارية، إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء لجذب شركات الدواء العالمية، وأخيرا يا فندم التصدير. أي أمر يا فندم.